أنا بصراحة يا نادية مش فاهم إيه لازمتها فترة الخطوبة دي؟ نكتب كتاب على طول وإحنا صغيرين. أوعى أسمعك تقول الكلام ده خالص، الشباب شباب القلب، مش ده كلامك؟ أيوة بس العمر فيه قد إيه عشان نضيع منه فترة خطوبة؟ اسمع يا عليوة، من ناحية ضياع العمر فأنا بلا فخر بطلة العالم في تضييع العمر، ولو فاضل لي ساعة في عمري بس أنا لازم أقضيها مبسوطة، مفهوم الكلام؟ مفهوم يا حضرة المديرة. أطلع الفصل بتاعي ولا لسه في حاجة تانية؟ ماشي، تصدق إن الجرس اللي ضرب ده هو اللي أنقذك مني؟ يا اللي عمال تتريق؟ ماشي، اصبر عليا بس. أنا لما الباهوك كلمني ما صدقتش اللي قاله. الأستاذة بيعمل إيه هنا؟ لا اسمع، انت سبق وضحكت عليا قبل كده وانا مش هسمح ان ده يحصل تاني. نادية انا من حق احميكي بصفتي اخوكي الصغير، اخويا الصغير، ومش من حقك تتدخل في حياتي غير لو انا اذنت لك بده. نادية كده هتخلي الغريب يتدخل بينا. وبالنسبة للبواب اللي انت بتدفع له فلوس عشان يقول لك اخباري، هو ده مش غريب بيتدخل بينا؟ يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه ده اخر كلام. ماشي ماشي.